بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا تو قدام الكعبة المشرفة في الوقت ذا وقت صلاة الصبح، معناها معبية البيبان مسكرة بطبيعة. والواحد بيشوف الكعبة يعمل الدعاء ويطيل في الدعاء ويسعى معناها بعد الدعاء هذايا لصلاة ركعتين، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الدعاء يقول فيه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وزد من زاره واعتمر إليه وحج إليه تعظيما وتشريفا وبرا، وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.